خوتي السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مزرعة نسيم الفجر. الفيديو الخاص باليوم عبارة على فيديو كنت صورته في شهر الصيف، وكان الجو حار جدا، وكما تشاهدون فإن الدجاج والدياكة الفرارج كما نسميهم بالدارجة المغربية لديهم فم مفتوح عن آخره، حالين فمهم مزيان لأن الحرارة كانت جد مفرطة، فعن طريق فتح الفم فبإمكانهم أنهم يريقلوا الحرارة ديالهم، يحاولون أن يحسنوا من حرارتهم. وحينما يكون فصل الصيف حار جدا، فمن الأفضل أن تترك لهم القليل من المياه في الأرض. كما ترون هنا، فقد سقينا شجرة ليمون كانت في المسرح الخاص بالدجاج، سقينا بالماء ولاحظنا أن الدجاج يأتي إلى الماء ويشرب منه لكي يتبرد قليلا، وهذا دليل على شدة الحر وشدة العطش وشدة الحاجة إلى الماء، فسبحان الله. في هذه اللقطة هنا نشاهد الدجاج يأكل ما نسميه بالدارجة المغربية الدلاح أو البطيخ الأحمر، وكما ترون فإن الدجاج البلدي وهو دجاج شائع في المغرب وهو خليط من السلالات التي أصبحت بلدية أو كما يسميها البعض عربية في بعض الدول المجاورة الشقيقة. وهذا البطيخ الأحمر فهو عبارة عن فاكهة مليئة بالألياف ومليئة بالأحماض أو الأملاح المعدنية عفوا، وكذلك مليئة بالمياه، لذلك فإن الدجاج كما نقول كيحماق عليها. الدجاج يحبها حبا جما، لأنه عن طريق أكلها فإنه يخزن مخزونه من الأحماض أو الأملاح المعدنية، يأكلها فينتفع بالألياف وكذلك بالمياه المتواجدة فيها، ويأكلها كاملة عن بكرة أبيها كما يقال. وكما ترون فإنها عبارة فقط بقايا من قطع الدلاح أو البطيخ الأحمر، فإننا لا نعطي الدجاج البطيخة كاملة، ولكن البقايا عوض أن ترمى ولا يستهلكها أي أحد فإنها تبقى صالحة للأكل بالنسبة للدجاج، فإنها طارية ليست قديمة فإنها جديدة، وأنصحكم أن تعطوها للدجاج إن كانت جديدة، لأن إن بدأ يتكون فيها العفن فإنها قد تكون مضرة للدجاج، لأن الدجاج سهل الإصابة من الأمراض. مثلا إن أكلتم بطيخ اليوم، أعطوا قشور البطيخ للدجاج اليوم، أعطوه البطيخ الطري وليس البطيخ القديم والفواكه القديمة إلى آخره، وكذلك مع الخضروات وما شابهها من مختلف الأعلاف الطبيعية. وكما قد تلاحظون فإن الدجاج والديك البلدي أو الدجاج بصفة عامة فإنه يقل من حركته ويحد منها حينما يكون الجو حار، وذلك لكي يقتصد من طاقته، لأنه حينما يتحرك فإنه يجهد نفسه وترتفع درجة حرارته، وإن ارتفعت درجة الحرارة فهنا الطامة الكبرى، الجو حار وجسده حار فقد يصيب بعدة أمراض وقد يؤدي إلى نفوقه لا قدر الله. فبعض النصائح التي قد يحتاجها مربي الدجاج في فصل الصيف هو توفير الخضروات والأكل الذي يتوفر على المياه مثل البطيخ الأحمر، هذا أولا. ثانيا توفير بعض الماء في المسرح، الماء في الأرضية كما
سقينا هنا النباتات واستعمال الدجاج، او مثلا في بعض البانيوهات او بعض الاوعيه تضع القليل من الماء لكي يتمكن الدجاج اولا من شربه، وثانيا من وضع رجليه في الدجاج، لانه عن طريق عفوا وضع رجليه في الماء، لانه عن طريق وضع الرجلين في الماء فانه يبرد جسمه. هكذا سبحان الله يفعل الدجاج عملية تبريد لجسمه. وفي هذا الحر سبحان الله اختارت تلك الدجاجة أن تذهب للزاوية أو القنت كما نقول بالدرجة المغربية لكي تقرق على البيض الخاص بها، غير مكترثة للحرارة، ولكن كما نشاهد عن بعد فإنها فاتحة فمها وتلهث بشدة بسبب الحر. إن أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك ومشاركته مع أصدقائكم وترك بعض اقتراحاتكم ونصائحكم المفيدة في التعليقات. شكرا لكم وإلى الفيديو القادم إن شاء الله، والصلاة والسلام على رسول الله.